السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم الخميس 10/3/1444 يوافق 16/22 ميلادي، على الساعة تقريبا 4:30 العصر. بنزل هنا كسارة لين المغرب حق ساعة ونص كذا. جلبان معي، جلبان، وطبعا اللي معي سلماني. بنزل بس سلماني أو عيفة أو ملك فيش أو سمك الحليب، لها أسماء كثيرة. توكلنا على الله، بسم الله. الهواء شوي يعني ما هو مرة قوي. نزلت من أمس العصر، هوا مرة. كنت بنزل كسار ولا أشوف لي محل صيد، ما قدرت والله. يلا هين، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا، الله يسرها، الله يسر لك بالخير. وقف هنا والرمي شوف. يا الله يا كريم، يا الله. ما ظنيت هوامير، ما ظنيت قد هي مستهلكة المناطق هذه، لكن شعور شعاب من شيء. الله يكتب الخير، الله يعين. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية الله يجيب الخير. يا الله يا كريم. شعور بداية، شعور صغيرة، لكن شعورها هنا كلها. فكت حتى مشيت معايا، فكت الله يعوضها. ايوه يوه، سحبها والله، سحبات حلوه ما شاء الله، لكن ما تمكنت. ان شاء الله ترجع لها، هذه السحبات روعه ما شاء الله. ايوه الله يجيبها. هي لقيتها ولا جت ولا فكت؟ والله ما ادري عنها. لا فكت، لا جت شايفه ما شاء الله. اول خير، تناوش والاخير جت. انا من يوم هي شكلها تفك مني ما شاء الله، ما شاء الله. جاي طيبه الحمد لله. الله يستر من اسنان الشام. هيا هيا، كيف انت يا دي؟ ايش سوينا بها؟ اول واحدة بداية الخير، اللهم لك الحمد، الحمد لله. واجب الخير. ما شاء الله سحبة جتني. فين عقد الخيط كذا وتلخبط فك. ايوه سحبة ما شاء الله تبارك الله. في حركة سمك ما شاء الله اليوم، حركة طيبة. شوف ايوه، هذه الثانية ذي، وهذه الثانية ما شاء الله. ايش هي؟ عقام، تعال عقام. طيب عقام ذا، ما عليه، تعال تعال ندور عقام. الله يستر. الله يحوسني. ايوه كويس، ما هو طالع هذا العقام، لكن قبلها جت سحب حلو. الحمد لله، الله يستر منك. ايش لي ولا كيف احسن؟ ايوه ممتاز. الجوانتيات تبي لبسه جديده من استخدامين، شوف كيف قد هي. المشكله انها حاول نظفها، تقول نظيفه لكن ماشي. الله يتيسر. يلا الحمد لله. هي واحدة ما ادري كيف حجمها، كانها صغيرة. شعور ولا شيء؟ وين عشاب هنا؟ ما شاء الله شعور. الله يجيب الخير. كبار نوا والله، اليوم في حركة، في ضربة أسماك يعني حلوة. عقوان على شعور، على شعور صغيرة هذه. يلا رايحين ما شاء الله. شكل عقام برضو ده، شكل عقام طلع فوق، عقام شكل عقام باين من دخلته ما شاء الله. برضو عقام والله، عقام ما شاء الله، عقام كبير اليوم. كويس انه ما بلع. الله يعينه.
الثاني اقمال فيه هنا مليانه. ايش اللي فيها؟ فيها شيء عقام اكيد. ايه عقام، عقمها مليانه حتى هناك. الله يستر يعمدني ويعضني. غريبه ما قطع، بيقطع الحين. لا لا ايه ما في يوم العقمان اليوم. هذا عقام، هذه كنايات. اوريكم الفرق بينها الحين. هذه كنايات نسميها، لكن هذا عقام صغير. يعني بس احطها جنب بعض الحين. ايه خلاص بيقطع. بلع. ايه خلاص. شوف قوة الاسنان، شوف. بحركه بس كذا يقطع. شوف خلاص على طول. شوف الفرق بين ذيلها واللون. ترى ينفك ميدي. شوف سبحان الله. هذا اللي تحت عقام. اللي تحت. واللي فوق كناية. شوف الذيول. شوف كيف جاي، هذا ابيض. وفي منه جاي اسود برضه. لكن شوف ذيلها سبحان الله زي القوس. كذا زي القواس اللي جاية كذا. هذا عادي. شوف. يلا حلك. لا ان شاء الله هذيك برضه عقام. والله ما في اليوم يوم العقمان والله. ما في اليوم العقمان سبحان الله. هذا برضه عقام. اوه الحين جت الاسنان كويس. العقمان ما عندي طعوم. هذا برضه عقام جاي في عينه. ما في اليوم برمي قليل من الشعب، ما برمي بعيد. بهذلتني. يمكن يطلع شعاف ولا شيء. برضه عقام. بغير موقع، اقدم شوية هناك في صخور هناك. ابرمي في طرفها. ايوه. حدنا ما في الا شعفن ذي واربعة عقمان، اثنين كنايات واثنين عقمان. اللهم لك الحمد الحمد لله. بين الحجارة هذه شوفوا مليانة قنافذ البحر. هنا قريبة من هنا. برجع من ورا من هناك. والله يسر شكلي بدعس واحد منها. كان يسر لي. بروح زاوية هذه. والله في زاوية هناك حلوة برضه. لكن هذه أقرب. ما عاد في وقت. بسم الله. نجرب هنا، نجرب هنا. الله يجيب الخير. ندور هوامير في طرف الشعب ولا الشعافن. الله يجيبها. والله معقدة. إيه. في الشعب هناك برمي في طرفها بين هذه. هنا. أيوه. انه جاي شعب كذا وجاي كذا، وانه يمكن يجيب لنا شيء. رميت هناك بهذلتني عقمان مليانه. والله يستر من قنافذ. يلا يا رب. ايوه في واحده. يوه والله استعجلت عليها. والله كان السحبات حلوه. احس انها مسكت مع العشب هذا ما تبين. قاعد تسحب الطعم ما مسكت. وانا قلت انها مسكت. الله يجيبها. السحبات حلوة. شو رجعتها ان شاء الله. ايوه ايوه هذه هي. جتس. السيه شكلها شعفن برضه. اوف صخور هنا. شعفن شكلها من بعيد كذا شكلها شعفن. ايه. وانا سحبها مسكت عليها مرة ثانية. الحمد لله. ما شاء الله. ما شاء الله. بالعة. بالعة هذه والله صغيرة كنت برجعها. لكنها بالعة. يقول لك الشعافن عند الصخور هنا ما تروح بعيد هناك. تيجي بين الصخور وبين الاعشاب هذه ورا هنا احيانا تجي. لكن اكثرها صغار تجي. ندور الكبار. اوه جننتني. خلاص خلي شي ايش نسوي. والله صغيرة لكن بهذا ايش نسوي. بس المحل الشعافن هنا لقيها موجودة ان شاء الله. تجي واحدة كبيرة بس. في بين الشعب هنا. ايوه ممتاز. ما تروح بعيد. هيا والله يجيب الهوامير. يا الله يا رب انت رزقنا. يا الله يا كريم. بكبر الطعم شويه. حطيته فوق 8. عندي شوف يمكن في شعاب كبار ولا هوامير. الله يكتب الخير. صغار تمتش الطعم كذا بسرعه. بحطها هي
نفس المحلات اللي هناك. لا 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 ايه ممتاز، يالله يا كريم الله يجيب الخير. قلت لك شكلها صغيرة، اقول لك صغيرة، في واحدة صغيرة يا الله، يعني ما ضربت على هاك 10، ضربت على الهاكات الصغيرة دي. شوفها حسيت فيها ضرب كذا، تناوش الطعم ما توقعت فيها واحدة صغيرة. شعور ارميها بعيد المرة هذه، والله بدأت القبصة حشرات اللي تجي بين العشبة، الحين خلاص مع المغرب تبدأ تجي. أح الله يقدرها، طيب ارجع ورا هناك، برمي ارجع ورا هناك ببعد منها، تعبني. اوه متعبة مرة، تجي بين العشب وتقرصك، لكن تعرف المحلات اللي فاضية زي كذا ان شاء الله ما في شيء، المحلات اللي بعيدة كذا ان شاء الله ما في شيء. طيب وين راح الطعم؟ نسيت نحاول رميتين كذا اذا في شيء ولا توكلنا على الله. خلنا كذا بس خلاص، يا الله يا رب يا الله يا كريم. زمان جيت المنطقة هذه أول قبل 3 سنوات طلعت خير منه، والله كانت مليانة هوامير، أكثر مرة جيت هنا وطلعت خير، لكن بعدها خلاص ما عاد في شيء. يجي تركتها فترة كذا بس صاروا يجونها ناس كثير، خافت الهوامير ما عاد موجودة. أسكت فيها واحدة بس ما أدري شيء، الله أيوة هذه تسحب الثانية، يعني هذه فيها واحدة بس ما هي واضحة إيش هي. الثانية تسحب، الثانية تسحب هنا بس نطلع دي بين العشب، ما أدري إيش بينها، إيش بين إيش، إيش معي إيش، هو شعور طيب ها، شعور حلو. أنا صغيرة الثانية سحبت لين، شوف تضرب على 8 الشعور، على على هاك 8 تضرب، هذه سحبت برضه ما ادري فيها شيء ولا، كان فيها واحدة، هي فيها واحدة، فيها واحدة برضه كويسة. اوه قطعت شكل عقل، لا لا موجود عكس بس. يلا يلا بشوي شينا في الصخور دي، هاي شعور برضه نفس الأحجام، نفس الأحجام، كل أحجام زي كذا، أحجام صغار ما في كبار، ما في إلا شعور صغار وعقمان، حتى الشعافة ما هي ذيك الزوت. هاي غرقتينا، حط حركات كبيرة عشان اسلم من الصغار تضرب، ولما حطيت صغيرة ما ضربت. زيد معقولة، يا الله يا كريم بسم الله، يا ملقوف يا ملقوف، اشوف كويس انه ملحقها. أمور شكله صغير، إيه أنت هنا عندي صخور هنا قريب لكن صغير، شوف حجمه، لا صغير صغير هذا أمور، والله حجمه طيب لكن برجع، ما هو أول الرسيال من كيلو إلى كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو، هذه الأحجام كويسة، هذا يشيلها يمكن نص كيلو أقل حتى. باقي في كشر هنا بس انها صغار، خلها تكبر نرجع لها بعدين. يلا ماشي، خلني بركب ال بركب نص الراس، خلاص تقريبا غربت الشمس، بس انتظر على هذه شويه، نص حق الراس كذا بركبه وبرمي قريب هنا، ممكن يجي هامور كبير ولا شيء هنا عند الصخور، والله اركب الراس كامل، شكلي بركبه كامل بطلع من هناك، بطلع منها شكل ذي، هي واحدة ذي
الله أعلم فيها واحدة، لكن خلها تقعد. هذا الرأس حطه كذا وامشي وارميه هنا عند الصخور. في عوامل كبار هنا، هنا بين الصخور ذي قدامها شوية. يا الله يا كريم، الله يجيب الخير. أنا شيك على هذه، هذه فيها واحدة ما ندري عنها، بس كت ما ندري عنها. أي تعالي. أوه قطعت ولا لا؟ موجودة هذه. شوف هنا شعور مدري ايش هي، الحجمة طيب ذي ما شاء الله. أوه أوه حجم حلو هذا ما شاء الله. خلاص وقفناها، اللهم لك الحمد. ننتظر هذه بس شوية كذا، ضرب عليها شيء ولا مشيت. اللهم لك الحمد. شوف ما شاء الله، نبغى الأحجام هذه، هذه الأحجام الحلوة ما شاء الله تبارك الله. ما صبرت، قلت إني خلاص ما انتظر هذه، لكن برمي على بال ما انتظر هذه، يمكن في ضرب شعور الحين يجي. الله يكتب الخير. يا الله الحمد لله طلع خير الحمد لله. يمكن في شعور الحين يجي، لكن هذه الله يجيب لها اوامير، الله يجيب لها اوامير. مسكت، لكن ما اظنها كبيره مره، هي شعور، هي شعور ان شاء الله يكون حجمها طيب. لا والله صغيره، ماسكه في الجنب عشان كذا تبان ثقيله، ماسكه في عينها. الله يا ربي، ماسكه في امها زين، في الطرف ماسكه. الله يعين. يلا محاولة أخيرة، كل شيء محاولة أخيرة، ما صورت لكن هذه آخر محاولة من جد. خلاص أذن، أرمي هذه انتظر دقيقتين كذا، ضرب عليها شيء ولا مشيت. يا الله يا رب، يا الله يا رب أنت رزقنا الخير. أركبها ثلاث مرات كذا عشان الله. آخر محاولة، ما ضرب شيء على الراس وراح الوقت. اذا الذنب الحق اصلي والحق نطلع بدري عاد نشوف الطريق. الحمد لله والشكر. شوف ضربت عليها صغار بس كذا نتشت فيها، لكن ما اللهم لك الحمد الحمد لله. يعني ما معي طعوم كويس، طلعت معي عقمان، ابغاها بكره الصباح ان شاء الله. هذه هي اربع عقمان طلعت، اثنين كناية واثنين عقمان، اثنين كناية واثنين عقمان. حبة شعفن هذه صغيرة كنت برجعها لكنها بالعة، لكن في حبة شعور هنا طيبة ما شاء الله. الشعور هذه، الشعور هذه طيبة، والشعفن هذه، والشعفن ذي الحمد لله توكلنا على الله. اللهم لك الحمد والشكر، بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله.